بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا صغيرات الجميلات في درس من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس الجمع بإعادة تجميع العشرات. طيب يا أولى، درس اليوم يا ثاني، درس اليوم الجمع بإعادة تجميع العشرات هو نفس درسي بالأمس الجمع بإعادة تجميع الأحاد. إذا بنفس الطريقة أنا سوف أجمع، أكتب الأعداد فوق بعض، أجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات. إذا وجدت بعد أن أجمع أكثر من 10 أعيد تجميعها. يلا إذا فكرة الدرس أعيد تجميع العشرات. الحصة اللي فاتت كنا نعيد تجميع الأحاد، إذا كان عندي أحاد أكثر من 10 نعيد تجميعها بأن ننقل العشرات إلى منزلة العشرات. أما اليوم بإذن الله سوف نعيد تجميع العشرات لأجمع عددين من ثلاثة أرقام. يلا السؤال يقول: أجد ناتج الجمع 375 زائد 462. طيب العدد الأول 375 نمثلها باستعمال النماذج، عندي هنا 300، إذن هذه 300، وخمسة وسبعون إذا عندي 5 آحاد وسبعة عشرات. طب العدد الثاني 462، يلا أمثل 400 باستعمال النماذج، واثنان في الآحاد وستون في العشرات. إذا اثنان في الآحاد يعني مكعبين، 60 في العشرات يعني 6 مكعبات طويلة من فئة العشرات. طيب الآن أبدأ الجمع. يلا زي ما اتفقنا نجمع أول شيء الآحاد مع الآحاد. الخمسة مع الاثنان كم تساوي؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذا المكعبات الصغيرة اللي هي الآحاد جمعتها مع الآحاد في الرقم الثاني أصبح الناتج 7. إذا 5 زائد 2 يساوي 7. انتهينا من الآحاد. أنتقل إلى العشرات. العشرات أنا عندي في العدد في الرقم الأول 7 عشرات وفي الرقم الثاني 6 عشرات. يلا نجمعها، هنا 7 8 9 10 11 12 13. إذا أصبح عندي 13 عشرة، 13 عشرة. بنفس الطريقة يا ثاني أنا أعيد التجميع. الثلاثة أخليها في العشرات، والواحد أنقله إلى منزلة المئات، أنقله إلى منزلة المئات. إذن بيكون هنا عندي زيادة 100، يكون عندي هذا مربع المئة، واضح؟ إذن في العشرات أكتب فقط الثلاثة، إذن 5 زائد 6 قلنا 13، في العشرات بكتب فقط الثلاثة، والواحد هذه أنقلها إلى منزلة المئات، أسميها إعادة تجميع. إذا نقلت هذه المئة إلى منزلة المئات، نحطها هنا 1. الآن نجمع المئات، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا في منزلة المئات أكتب 8. 1 زائد 3 4 4 زائد 4 8. إذا أصبح الناتج 837. إذا مرة أخرى أكتب الأعداد فوق بعضها بحيث أن الآحاد فوق الآحاد، العشرات فوق العشرات، المئات فوق المئات. ثم أبدأ الجمع. أبدأ بجمع الآحاد، 5 زائد 2 7، أكتبها تحتها. العشرات 7 زائد 6 13، ما أكتب 13، أكتب فقط الثلاثة، والواحد أكتبه في منزلة المئات، اسمه أعيد تجميعه. الآن أجمع المئات، الواحد اللي أنا جبته من العشرات مع الثلاثة أصبحت 4، مع الأربعة أصبحت 8، إذا ناتج الجمع 837. واضح يا أولى؟ يا ثاني عفوا. طب انتقل إلى أمثلة أتأكد. يلا نحل سويا سؤال رقم 3. 523 زائد 93، أتأكد أن الآحاد فوق الآحاد، العشرات فوق العشرات، المئات ما في تحتها مئات، إذا أنا أضع صفر لا مانع. يلا أبدأ الجمع. أبدأ بمنزلة الآحاد، 3 زائد 3 يساوي 6، أكتبها تحتها. طيب 2 زائد 9 يساوي 11، صح؟ بس أنا ما أكتب 11 كذا، أنا ما أكتب 11، أخذ الرقم الأول أكتبه هنا اللي هو الواحد، والرقم الثاني هذا أطلع فوق المئات أجيبه هنا. إذا أعيد تجميعه، 2 زائد 9 11، 1 وباليد 1.
الآن أجمع المئات، الواحد اللي أنا جبته مع الخمسة يساوي ستة، مع الصفر ستة. إذن أصبح ناتج الجمع 616. أنتقل إلى المثال رقم 4. يلا، 354 زائد 53، لاحات فوق الأحد، العشرات فوق العشرات، المئات أضع تحتها صفر. يلا، 4 زائد 3 7، 5 زائد 5 10. أنا ما أكتب 10 كاملة، أكتب الصفر فقط. طبعا هي العشرة كذا تكتب صح؟ خلاص، أنا بس أكتب الصفر حق العشرة، الواحد أرحله فوق وعيد تجميعه. يلا الآن أجمع منزلة المئات، واحد زائد ثلاثة أربعة زائد صفر أربعة، ما تتغير أربعة. واضح؟ إذا تعرفنا اليوم على إعادة تجميع المئات. أتمنى الدرس يكون سهل عليكم، أراكم على خير، في أمان الله.